حول ما يحدث في السودان معنا مراسل القاهرة الإخبارية من الخرطوم مباشرة محمد إبراهيم. إذن بعد تحية محمد، ورشة الإصلاح الأمني بعد أن عقدت لمدة 4 أيام تختتم أعمالها ولكنها دون أن تتوصل إلى اتفاق نهائي. ترى لماذا لم تتوصل إلى هذا الاتفاق للآن محمد؟ حساني تحياتي لك وتحياتي للفريق العامل بالقناة. بالأمس انتهت ورشة الإصلاح الأمني والعسكري دون تلاوة التوصيات، وذلك لغياب ممثل من المكون العسكري والدعم السريع. الدعم السريع أصدر بيانا وأكد فيه عن أنهم مع العملية السياسية التي تجري الآن، وأكدوا دعمهم للاتفاق الإطاري. وكذلك أيضا الجيش السوداني أصدر بيانا وأيضا أكد دعمه لعملية الاتفاق الإطاري، وتحدث عن أنهم في انتظار النتائج الأخيرة للورشة التي انطلقت منذ الأحد وانتهت بالأمس دون تلاوة البيان. الناطق الرسمي للعملية السياسية خالد عمر تحدث عن أن الورشة يعني كانت يعني استمرت لمدة 4 أيام، وتحدث عن أن النقاشات كانت فيها مثمرة، وتحدث عن أن هناك يعني لجنة تم تكوينها لتلاوة البيان، وستفرق من البيان خلال اليومين المقبلين، وأكد التزامهم يعني بالمواعيد المتفق بينها والمكون العسكري، وحدد الأول من أبريل التوقيع على الاتفاق النهائي، والرابع والسادس من أبريل أيضا التوقيع على الدستور الانتقالي، وتحدث عن أن 11 أبريل سيكون التوقيع أو اختيار حكومة الثورة أو حكومة الفترة الانتقالية. إذن الآن نحن يعني في انتظار اللجنة التي يعني تكونت خلال هذه الورشة التي انطلقت منذ الأحد وانتهت بالأمس، انتظار اللجنة، ومن ثم ستدرج التوصيات التي ستخرج بها ورشة الإصلاح الأمني ضمن المسودة الأولية التي تم تسليمها قبل 4 أيام للمكون العسكري، وبالتالي تكون البلاد قد دخلت مرحلة جديدة من العملية السياسية. لكن هناك أيضا قوى رافضة لهذه العملية، عملية كالكتلة الديمقراطية، وأيضا هي ترفض هذه العملية وترى أنها منقوصة. إذن نرى ما يمكن أن يحدث من تطورات. معك محمد إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من الخرطوم مباشرة، شكرا لك محمد.